واهلا بيكم مره تانية في بدايه تقديم الفقرات طعم البيوت. تديكم فكره سريعه عن مواضيع لقاءاتي. اول لقاء انا بتكلم فيه عن الاماكن المتوفره للمواطن، سواء كانت حدائق او متنزهات او اماكن سياحيه اثريه، كل واحد حسب هو عايز يروح فين او ياخد ولاده فين في الاجازه دي. فرصه الحاجات اللي هي مجانيه ومفتوحه للجميع، الحاجات اللي هي باسعار معقوله، لو عايزين سياحه شواطئ برضو الشواطئ اللي تم تطويرها، الاماكن اللي ممكن نكون اصلا ما شفناهاش عمرنا او حتى ما سمعناش عنها. كل المعلومات دي من خلال ان شاء الله لقائي الاول. لقائي الثاني بتكلم فيه عن الحنه، والحنه دي يعني عاده من العادات المصرية القديمة قوي. طب كانوا بيستعملوها في ايه؟ وحنة الشعر ايه؟ والحنة اللي احنا احيانا بنستخدمها بديل حلال للتاتو، ايه التطور اللي فيها، والرسومات والماتيريالز والخامات، الخامات المستخدمة والالوان بتاعتها. كل المعلومات دي من خلال لقائي التاني. اما الان فدلوقتي عندي تقرير عن الاعياد في شم النسيم، والعنوان هو اعياد شم النسيم بين الماضي والحاضر. نشوف مع بعض. والدنيا ربيع والجو بديع فعلا، والصبح شمس جميلة معقولة، الجو مش حر قوي، بالليل ناخد بالنا نتقل شوية وجاكت عشان مش عايزين أمراض، عايزين نستمتع بالأعياد على قد ما نقدر. والأجازات، عن الأجازات ممكن نستغلها إزاي، ممكن نروح فين، الأماكن اللي ممكن تكون جديدة أو تم تطويرها أو إحنا ما نعرفش بوجودها أصلا عمرنا ما رحناها، هنفكرك ونقولك معلومات من خلال لقائي مع الدكتورة إيمان الليسي، مرشدة سياحية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. يعني بنقول إن دايما الأجازات في بيحب يروحوا البحر. نعم. يعني سياحة الشواطئ دي عندهم أساسية، فرصة يلا نروح اسكندرية أقرب حاجة. على فكرة اسكندرية من الأماكن المفروض أنها متاحة، أسعارها معقولة. في بقى الساحل الشمالي، في أماكن جديدة، لو هنبدأ بسياحة الشواطئ في أماكن بقت أقرب، في رأس سدر، في رأس البر تم تطويرها. أنا عايز أتكلم على الأماكن اللي كانت مرتبطة في أذهاننا زمان بجدودنا وكده، لكن لا دي رجعت على فكرة تاني وتم تطويرها وتقديمها بشكل مختلف وجديد. بالفعل بلطيم، جمصة، اسكندرية، العين السخنة كمان دي جميلة جدا لأنها قريبة قوي قوي. هو المصري عامة ما بيحبش المسافات، هو دايما بيحب القريب. فالعين السخنة فيها اوتيلات جميلة جدا جدا، وفي المناسبات اللي زي دي شم النسيم بيعملوا دايما باكج، أسعار بتبقى أفضل يعني اقتصادية. فكتير على جدا فكرة احنا ممكن نغير باكج أسعار، يعني بما ان يعني ان احنا ممكن انها قريبة ساعة وربع ساعة ونص، احنا ممكن نروح نفس اليوم ونرجع، يبقى نزلنا بحر قعدنا احنا، يبقى معانا غدانا كده، يعني ممكن نتصرف، يعني ممكن نستمتع بالامكانيات المتاحه. شوفي يا استاذ دعاء، اللي عايز يستمتع هيستمتع، يعني اللي هو في دماغه ان هو عايز يخرج من بيته عشان عايز يستمتع بكل دي هيستمتع بيها. اهم حاجه ان احنا نفكر بوزيتيف، انا امكانياتي ايه وهروح فين. ان كنت هقدر اخرج يعني خارج كايرو اتس اوكي، انا هقدر اروح في شواطئ كثيره جدا جدا اقتصاديه زي اسكندريه زي ما حضرتك قلتي، فيها شواطئ كثيره جدا، في فايد، في بلطيم وجمصه، وفي كمان العين السخنه زي ما قلنا، وراس البر تم تطوير. انا ما اعرفش ايه اللي حصل في بلطيم وجمصه، انا ما عنديش ولا انا بقالي كتير حقيقي ما رحتش. بس انا عارفه ان في ناس كتير بتصر انها تروح وبتبقى سعيده لما بتروح، بتقول ان الاماكن بقت افضل وفي جناين وحدائق عامه ولا زالت محتفظه برونقها. والاسماعيليه يعني فيها حدائق واماكن عامه، وبشوف ناس على فكره رجعوا تاني لرحلات بورسعيد وبيلاقوا حاجات باسعار معقوله يشتروها. يعني انا لاقيه القصه دي، انا يعني فرحانه بيها، مبسوطه أكيد. ان جوه مصر احنا ممكن نستمتع كويس قوي ونغير. وجوه القاهره بقى، يعني احنا جوه القاهره برضو عندنا اماكن، يعني لو خرجنا عن موضوع السياحه الشاطئيه الداخليه طبعا، ممكن نتكلم عن اماكن حلوه قوي قوي، وخاصه التجديد بقى، رينوفيشن الجديد اللي عندنا. عندنا ممشى اهل مصر، ده جميل حقيقي، يعني انه قريب جدا من كل حاجه. المهم ان المصري بيحب الميه، يا يروح البحر يا يروح النيل. أيوة. لان النيل الهواء النسيم العليل، وزي ما حضرتك بداتي ان هذا جو حلو قوي قوي حقيقي، يعني بقاله كذا يوم بصراحه حلو، يا رب يستمر على قد، يعني يا ريت يستمر كتير كده. اكيد يعني هو احنا الحمد لله ما عندنا
عندناش جليد ولا عندنا امطار غزيره بتضايقنا في ان احنا نخرج. يعني احنا يعني في حر طبعا في فتره الصيف، لكن هي مصر عامه جوها بالمقارنه بدول ثانيه يعني جو كويس جدا جدا حقيقي. ممشى اهل مصر في كل حاجه متاح، يعني اللي عايز ينزل تحت ويقدر في التذكره بتاعته ايدي 20 جنيه يعني حاجه بسيطه جدا جدا، ويقدر يتمشى في فلايك في مراكب سعرها اقتصادي جدا جدا. فلوكة دي فسحه رائعه جميله 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 يعني، والاغاني اللي بتبقى شغاله ومنظر النيل يعني وساعه الغروب فعلا اللي عايز يستمتع ممكن يستمتع يعني بامكانيات بسيطه. بالظبط، دور على السعاده هتلاقيها حقيقي، يعني حاول انك دايما السعاده كمان في ان العيله كلها تبقى مجتمع، انت واولادك وانت وزوجتك وانت واصحابك، دي جميله لان انت كل ما تبقي مع حد بتحبيه انت هتحسي بالمكان افضل واحسن، هتستمتعي اكتر. أيوة. فحتى يعني مش اهل مصر اللي مش هيقدر حتى ينزل يعني في الكافيتريات والمطاعم اللي موجوده تحت، من فوق هم عاملين له برده مخصصين له مكان، وفي كافيتريات على فكره برده اللي عايز ياكل ساندوتش اللي عايز يشرب حاجه وشايف منظر البحر الجميل. دي من الحاجات العظيمه اللي اتعملت حقيقي لتخدم المصري مش بس الاجنبي. أيوة. يعني الفيو من هناك جميل جدا جدا، الجو هناك احنا النيل نهر النيل عندنا بنلاقي الناس بيعملوا كده فعلا، بيحطوا الكراسي وبيقعدوا يستمتعوا بابسط حاجه ويقعدوا زي ما بيحصل في اسكندريه بالظبط على الشواطئ، وبيقعدوا على الشط كده مش ضروري في كافيهات يعني المصريين بيعرفوا ان هم يستمتعوا. بالنسبه طيب للاماكن المتاحه والجناين بقى اللي عايز العامه طبعا دي على فكره يعني في الخارج. ايوه طبعا هو بيبقى فيه اهتمام قوي بالجناين والخضره والزرع، بنلاقي البيكنيك ده هم فرشين على الارض وقاعدين بيستمتعوا ده حقيقي بالمناظر الطبيعيه. استاذ دعاء احنا عندنا الازهر بارك ده من الاماكن الحلوه قوي قوي الواسعه الجميله الخضراء اللي متوفر فيها كل شيء، عايزه تتمشي وتقعدي وتعملي بيكنيك موجود، النوافير الميه اللي طالعه من السيراميك والارض حاجه جميله جدا جدا، البحيره الصناعيه الموجوده، في مطاعم شيك جدا جدا اللي عايز يتعشى او يتغدى في مطاعم جميله باكل مصري بطعم لذيذ ده موجود برده. يعني احنا موجود متوفر عندنا كل حاجه، حتى هناك عاملين زي طفطف صغير الناس بتقدر تركبه باسعار اقتصاديه جدا وتلف في كل الباركينج، يعني تشوف كل الحديقه وتشوف كل كايرو من فوق، ده منظر جميل ومكان حلو قوي المصريين ومش غالي، يعني ممكن جدا يطفر بالنسبه له قريب قوي منه وده شيء عظيم. واحنا عندنا حاجات ثانيه، عندنا سينمات، عندنا مسارح، ده برده ممكن يخرجوا ويروحوا الاماكن دي لو عايزين يشوفوا فيلم، عايزين يشوفوا مسرح، في ناس بتحب في النوادي بتاعتنا، يعني الغالبيه العظمى من الناس عندها نوادي، في مراكز وفي مراكز الغالبيه يمكن ما عندهمش نوادي قوي، لكن في بقى مراكز، في حتى المدن الجديده يعني انت اماكن كثيره قوي فيها بنلاقي فيها بونش كده، بنلاقي فيها كنبه وممكن يقعدوا عليها وممكن الولاد يجروا حواليهم بالظبط في المولات. المولات موجود وبتبقى مكيفه والناس فيها كافيتريات فيها مطاعم وفيها يعني فاست فود والحاجات دي كلها موجوده برده للشباب اللي هو بيحب وبيقبل على الكلام ده موجود. احنا موجود عندنا حاجات كتير بس احنا ندور عليها ونحاول نشتغل. حديقه الحيوان يعني بالنسبه للاطفال والعائلات اللي عندها اطفال بيستمتعوا تماما بان هو بيشوفوا كل انواع الحيوانات، ودي برده ما تعتبرش من الزيارات الغاليه ابدا وقريبه جدا من ناس كتير فده موجود. المهم واحنا بنزور بقى واحنا بنخرج واحنا بنتفسح عايزين نقول برده جمله كده في النص، احنا دورنا بقى كاعلاميين يعني طبعا ان احنا لما بنتكلم على التطوير ووزاره السياحه تطور والدوله تطور، احنا بقى دورنا كمواطن احنا بنبقى شريك اساسي، شريك طبعا اساسي في اي تنميه في اي تطوير، على الاقل ان احنا نحافظ مهم يعني احنا نروج نسوق نساهم في السياحه الداخليه وكمان نحافظ دور. يا استاذ حضرتك يعني لمستي نقطه اهم جدا جدا جدا، احنا حضرتك بتسافري وانا بسافر وكلنا بنسافر فبنشوف ازاي يعني متنزهات في حفاظ شديد جدا عليها من اهل البلد نفسهم. احنا المصري ده انسان عظيم جدا جدا، احنا لازم بس يبقى في عندنا نواحي توعويه، يعني ناحيه خلي بالك يبقى في ضبط وربط وفي كنترول في كاميرات في يعني انا دايما بشوف ان ده مش خطا ابدا، ان يبقى في يعني غرامه، انت لو عملت حاجه غلط
هتتحمل مسؤوليه الخطا اللي انت عملته، فهنا انا هفكر مليون مره مش هعمل ده، هحافظ جدا جدا على ان المكان لازم هيبقى نظيف، مش هرمي اي حاجه في الارض. من الطفوله، من المدرسه، من التلفزيون، من البيت، لازم تخلي بالك، ما ينفعش ترمي ورقه على الارض، لان ده بلدك وده مظهرك، دي ده مظهر حضاري جميل جدا، لان الاماكن دي كمان مش بس بتردد عليها مصريين، بيبقى في اجانب برضه عايزه تشوف المصري ده عايش ازاي، وبتخرج معاه وتشوف الاماكن اللي هو فيه. فطبعا لازم التعامل مع الاجنبي كويس قوي، في نفس الوقت لازم احافظ على نظافه المكان، لازم احافظ على المكان نفسه، يعني ما اعرضش، لو لاقي ديسك هقعد عليه ما كسرهوش، ما اكتبش عليه، ما احفرش عليه، ليه اعمل كده؟ ليه؟ ما هو ده ليا وليا فور ايفر، يعني المفروض ده ليا لفترات طويله جدا جدا. لا، ما هو ليا دي هي هنا يكمن، يعني المشكله تكمن المشكله في ايه؟ ان قليل منا بيتربى على ان الاماكن دي مش مشاع، مش ما دام مش بتاعتي بمعنى بيتي. نعم. يعني لا، انا لازم احافظ على مدرستي، فصلي، لازم التوجيه يبقى من جوه البيت، ولازم زي ما بنقول دايما القدوه، انا اعلم بالقدوه ان انا ابقى محافظه قوي، مرميش حاجه، ما اقطفش ورده، ما لازم بقى الاجيال الجديده، احنا خلاص وصلنا للعصر اللي هو الحاجات دي بقت فيه يعني المفروض امر مفروغ منه. استاذ دعاء، انا اعرف شخص ما من قريب جدا وسافر اليابان في طوكيو، وبنته صغيره 6 سنين، هو من غير ما يقص كان بيدخن واوتوماتيكلي رمى عقب السيجاره في الارض. اللي وقفه وقال له كده غلط كانت الطفله اللي عندها 6 سنين. يعني هي بصيت له، بابي انا شايفه ان ده غلط يعني. فهو قال لي انا يعني بقيت محرج جدا جدا. ليه البنت قالت كده؟ لانها من وهي صغيره جدا جدا في المدرسه اتعلمت انك لازم تحافظ على الشارع، لازم تحافظ على الحديقه، لازم تحافظ على المكان اللي انت بتزوره. احنا هنطلع يعني من الاساس، يعني هو صغير قوي قوي هيتعلم، هيفضل دايما فاكر ده في ذاكرته. برامج بنشوفها تكون برامج هادفه في التلفزيون، ده شيء عظيم جدا. الاب والام دورهم مهم جدا جدا في البيت، كله مع بعض، يعني كله مع بعض يخرج جيل، يطلع جيل هايل ممتاز. ما احنا لما بنيجي نقول الديفينيشن بتاعت الانتماء، يعني ايه انتماء ونعرفه؟ على فكره هو شيء اساسي ان انا ابقى بتعامل مع الاماكن العامه، كمان لو اماكن اثريه اكتر واكتر، ان انا بتعامل معاها لانها بتاعتي وبتاعت ولادي من بعدي ولاد ولادي. بالزبط. يعني دي مش كده على المشاعر يعني. استاذه دعاء، الضبط والربط، ودايما بقولها قانون يطبق، اي قانون بيطبق احنا متعود عليه خلاص، طالما اتعودنا عليه خلاص طول حياتنا عمرنا ما هنغلط، عمرنا ما هنطلع فوق اثر، ما هنكتب على اثر، لان بشوف ده كتير، لان انا في السياحه على الارض طبعا، ودايما بقول النقطه دي، يهمني جدا ان المصري يحافظ على الاثر. هو هنا برده عشان يشوف الاثر ده، هو الاثر ده ملكي وملكه وملك الاجنبي اللي جاي، ده ملك العالم، يعني عايز اقول هو جاي من اخر الدنيا وده مصدر دخل. السياحه بتيجي علشان ايه؟ السياحه بتيجي عشان تعرف على ثقافه مجتمع وعلى ايه اللي عندك من حضاره وتاريخك ايه واثارك ايه. لو الاثار دي احنا اهملنا فيها، او المصري كطفل صغير او رحله مدرسيه للاسف تتعامل مع الاثر بصوره غير لائقه وبتاثر عليه، طب ما هو ده انا كده هفقده وده مش هيتكرر تاني، ده حاجه عمرها 5000 سنه و4000 ويمكن اكتر، فاحنا لازم نحافظ عليه جدا. وتاني بقول كاميرات في كل مكان، المراقبه، المراقبه لغايه لما نلاقي بقى ان في اجيال طالعه خلاص متربيه ومش محتاجه مراقبه، المراقبه، لان اللي كان بيحصل في الاماكن الاثريه وفيديوهات ومصور. أيوة. ده مش موجود وفي الاهرامات وفي الحجر بتاع الاهرامات، مش معقول. انا عايزه اقول لك احنا في الاعياد لما عندنا طور بنقاسي حقيقي بنقاسي، وانا بقولها بمنتهى الصراحه مع احترامي لكل الناس، وطبعا انا ده شعبي واهلي وانا اوريدي مصريه، وده ولما ببقى قدام الاجانب وبشوف مصري متحضر بيتعامل ازاي مع الاجنبي مع الاثر قدامه، ده بيسعدني جدا وببقى سعيده، ده وجهه مشرفه. لكن لما بشوف ان في طفل بيركب فوق اثر او بينط فوق مقبره المقبره وبيعملها كانها لعبه رياضيه، طب هاو كم؟ ازاي نسمح بده؟ والعدد بيبقى كبير جدا جدا، فعشان كده انا دايما بقول كاميرات، ودايما بقول ثواب عقاب، ودايما بقول ان انا ادي انستراكشن في المدرسه منذ الصغر، هو هيكبر ده هيطلع، لان لازم احافظ على ده، ده بلدي، الانتماء زي ما حضرتك قلتي، حب الاثر، حب بلدك، انتماء ليها، عمرك ما تعمل حاجه غلط ضد بلدك. على ذكر الانتماء، دايما احنا في الاجازات، يعني في اجازه الصيف عادي، لكن في الاجازات اللي هي في المنتصف العام دي اللي هي بتبقى كذا يوم كده وخلاص، دايما الناس بتفكر العادي ان هي تروح شواطئ او حدائق زي ما بتقولي حضرتك، او لكن الاماكن الاثريه بقى
دي بتعمق الانتماء جدا. انا هعرف ان بلدي عظيمه ومختلفه عن اي بلد ازاي، يعني غير ان انا بدرس في التاريخ كلام نظري، صحيح، غير ان انا اشوف بعيني من وانا صغير فاقدر قيمه البلد دي قد ايه هي عظيمه وكبيره ومميزه. جميل. الاماكن الاثريه وزيارتي ليها ده مهم قوي. حضرتك حضرتك بتدوسي على نقط هامه جدا جدا، بتلمسي لنا نقاط عظيمه. حب المكان ده انا ازاي اخليه يحبه عشان اعرف تاريخه بطريقه سهله ميسره داخل قلبه ويحبه؟ مين اللي هيوصل لك ده؟ يوصل لك ده مرشد سياحي بيحب بلده وبيحب الاثر وعارف يوصل لطفل كمان، لان انا يهمني قوي الطفل. لو انت لما تحب ده هتخاف عليه، هتحافظ عليه. كمرشد سياحي بتعملي كده فعلا؟ جدا، يعني بتكلمي الاطفال بلغتهم وبتحاولي توصلي لهم قيمه الاثر ده ايه وبفهمه ان انت اللي عملت ده، اجدادك هم اللي عملت ده، ان الاجانب اللي معايا دول كلهم جايين علشانك، علشان انت كمصري مميز ومختلف. فطبعا لازم هو لما بيسمع ده بيبقى سعيد ان انا مهم جدا كطفل، يعني انا مصري، كل العالم ده جاي من اجلي، من اجل الاثار بتاعتي عشان يشوفوا وتعرفوا على تاريخي. طب ثقافتي بقى لازم تبقى هايله زي بالظبط حضارتنا القديمه. نقرا طبعا. نقرا شويه قبل ما نروح المكان، يعني وهو في يعني بيبقى في معلومات وداتا على كل حاجه، ممكن ان احنا نكلف نفسنا شويه نقف نشرحها لاولادنا فيعرفوا ويقدروا يعني ايه مصر. استاذ دعاء، دور نقابه المرشدين السياحيين مهم جدا، نقابه المرشدين ان يوفر، يعني لو المدارس تعاونت مع نقابه يبقى في مرشد سياحي يعرف يتعامل مع الاطفال، هو بيعرف دايما لكن يدي معلومه بطريقه معينه بحيث ان الطفل لما يوصل المكان ده يبقى فاهم هو فين واهميه المكان ايه والنظام، وصوته لازم يبقى هادي لما بيشوف المكان فما يبقاش صوته عالي، على ان ده وجهه مصر. يعني طريقه واسلوب المرشدين السياحيين لازم ان هي كمان تختلف، زي ما بنقول تطوير حاجات كتيره قوي، برضو اسلوب المرشد السياحي زي اسلوب المدرس لما يجي يدرس التاريخ بتاع مصر يحبب، حتى تون الصوت محسوب بالظبط الطريقه بالزبط. يعني احنا عندنا كفاءات كتيره جدا جدا. ايه الاماكن بقى الجديده الاثريه بالتحديد اللي حصل فيها تطوير؟ يعني احنا عارفين ان بيحصل يعني تطوير كبير قوي في اماكن كتير، وفرصه في الاجازه دي ان احنا نروح نبص عليها نشوفها. يعني هم شغالين على قدم وساق في كل المناطق حقيقي، في الاقصر، في كل حتى الطرق وشبكات الطرق، يعني بتوضب بطريقه جميله جدا، في المعابد حاطين انستراكشن كل شرح عن المنطقه اللي موجوده، وده ما كانش موجود في الاول لكن دلوقتي موجود. المتاحف بقى يهمني قوي دور المتاحف، يعني متحف الحضاره مكان حقيقي كان الاول مهمل تماما قبل ما يتعمل المتحف ويتفتح المتحف، لا البحيره بقت عظيمه وجميله وشكل جمالي رائع. المتحف الحضاره مصريين كتير جدا بيقدموا عليه وحقيقي فاهمين قيمه الاثر وقيمه المكان، بيدخلوا بمنتهى الادب وقعدوا في الكافيه، في هناك زي كافيتيريا بوضع فيو كل كايرو جميله ومتوفر فيها حاجات كتيره، مشروبات ومأكولات، فانا بشوف عائلات مصريه كتيره جدا حقيقي. الكلام ده حقيقي، شفته بعيني، وانا من الناس دي اللي بزور الأماكن دي وبنبهر وببقى سعيدة جدا، بخرج فعلا انا مختلفه نظرتي الامور كتير مختلفه كمان. وبلاقي مصريين وده اللي مفرحني قوي. المتحف الكبير يعني في عفوا معرض توت عنخ امون، المعرض ده على فكره عالمي، انا شفته بره مصر، موجود في اكثر من دوله على فكره، موجود في ايطاليا وموجود في البرازيل في اكثر من دوله دلوقتي بيعملوا. اولا المعرض ده جميل جدا جدا، مكيف وبيقعدوا الاطفال والكبار، وشايف ان هو جوه مقبره توت عنخ امون بالعرض اللي بيتعمل بيسعد جدا جدا الاطفال حقيقي. المتحف نفسه زياره جميله جدا، متوفر بالنسبه للمصريين وما يعتبرش غالي، ده اكبر متحف على مستوى العالم. الشكل الجمالي للمتحف، تاريخ المتحف موجود، وفي مرشدين سياحيين موجودين جوه المتحف بيشرحوا تاريخ هذا المكان. سماعات راقيه جدا، شيك جدا، حاجه شيك قوي بتوفر لك، لا يعني فعلا حاجه محترمة عملاقة شيك. وإحنا بناخد حاجات كده فور جرانتد كده إن عادي، لا مش عادي. وحضرتك بتشوفي الأفراح والفرح اللي كل الناس تتكلم عنه، اللي جايين من آخر الدنيا يعملوا في الهرم، وإحنا بنروح نعمل مش عارف اليونان وبنعمل فين وبنعمل فين. لا إحنا بلدنا يعني كبيرة قوي ده حقيقي، يعني تعمل لنا حالة استغناء كده
حلو، حالة استغناء كده حلوة، حالة اكتفاء كده جميلة. صحيح صحيح، احنا بلدنا مبهجة. الشعب المصري شعب سعيد، شعب يعني بيتغلب على أي ظروف حقيقي، اللي بيحب الحياة. الجو بتاعنا يعني جو مناسب جدا جدا، عشان كده كتير قوي الأجانب بيجوا مصر. أولا ما فيهاش الحمد لله مخاطر، فيها استقرار، فيها جو لطيف يعني بيحب يجي فيه، ما فيش جليد، ما فيش أمطار طول الوقت ولا سيول الحمد لله رب العالمين. فده طبعا بالنسبة لنا ده شيء مشجع جدا، السياحة الداخلية والسياحة الخارجية كمان. يعني احنا كمان الواحات، يعني سيوة دي من أجمل الأماكن اللي بيقبل عليها المصريين والأجانب. وأنا أتمنى يا أستاذ دعاء إن مطار سيوة يفعل، لأن يسهل على المصري ويسهل على الأجنبي إن هو يوصل بدل 10 ساعات في باص عشان يوصل لسيوة اللي هي من أجمل الأماكن. دي عامل مهم قوي قوي يعني قوي، هيبقى الإقبال أضعاف أضعاف دلوقتي. حقيقي مصر جميلة، مصر فيها كل الأقصر حلوة يا بلد. يعني نقول حلوة يا بلدي فعلا. وعلى فكرة دي الأغنية اللي هنلتقي بيها. بس طبعا بشكرك الأول دكتورة إيمان الليثي مرشدة سياحية، شكرا ليكي. ونشوف مع بعض الأغنية وبعديها نبدأ لقائنا. حلوة يا بلدي.